بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعود وإياكم اليوم في سلسلة محاضرات الرياضيات علم المنطق، واليوم محاضرتنا محاضرة كلكم عندكم علم بيها وشيقة بالنسبة لكم وماخذينها بالابتدائية وبالمتوسطة، لكن هنا شوية بنطاق أوسع وأكثر تفصيل، رغم انه ما تعمقنا بالموضوع لانه المطلوب منكم بالمفردات هيك. الموضوع هو المجموعات اللي حضراتكم ماخذيها سابقا. المجموعة عندما نتحدث عن مجموعة يعني معناته نتحدث عن تجمع من أشخاص يكونون فريق كرة قدم، نكون مجموعة من أشخاص يكونون ذكور، أو نكون مجموعة من أشخاص أسماءهم يبدي بحرف الأليف، وهكذا. يعني إحنا نخلي شروط، هاي وين أخذناها إذا تتذكرون حضراتكم؟ هاي أخذناها بالمسورات. المسورات هي اللي تحدد المجموعات. من قلنا مثلا كل طالب اسمه، خلينا نقول على سبيل المثال هسه اللي نكون مجموعة، كل طالب اسمه يبدي بحرف الألف أو الباء أو التاء أو الثاء أو الجيم أو الحاء راح يكون في القاعة الأولى في قسم العلوم كلية التربية الأساسية. إذا احنا حددنا هاي الحروف للطلاب خليناهم بقاعة. إذا احنا حددنا الشروط اللي يدخل ضمن الشروط، واللي بالمسورات قلنا هاي عبارة مسورة كلية صادقة، يدخل ضمن هاي الشروط راح يجي ويدخل بالقاعة رقم 1. ما يدخل ضمن هاي الشروط، اسمه ما يدي بهاي الحروف، راح يدخل بغير قاعات أخرى وهكذا. بس على سبيل المثال هنا نعطيكم هاني أمثلة، مثلا الحروف المكون لكلمة يير، يير اللي هو الواي والياء والإي والأي والآر. أو نقول مثلا اكس هي، هذه شلون هسه اللي موجودة في مثال رقم 1، اكس تمثل حرف من حروف كلمة تير، فمن نجي نكتبها نخلي هاي الأقواس المتوسطة ونكتب واي وفارزة اي فارزة اي فارزة ار. المثال الثاني هي مجموعة تكون كل الجذور المعادلة اكس تربيع ناقص 3 اكس زائد 2، هذا مربع كامل، فبدنا نحلها راح تطلع لنا اكس ناقص 2 اكس ناقص 1. اذا اكس يساوي لنا 2 اكس يساوي لنا 1، فمعناتها الحلول مالتها او الجذور مالتها هي 2 و1. او نقول مجموع نقاط الخط المستقيم اللي هو 3 اكس زائد 2 واي يساوي لنا 1، هذا بنحل بنعوض اكس 0 نشوف واي جد يساوي اكس واحد واي جد، اكس ناقص واحد واي شوف ايش جد، وهكذا تطلع لنا عدة نقاط هي هاي تمثل لنا هذه المجموعة. او نقول هي اي هي مجموعة الاشخاص الذين يتكلمون اللغة الروسية او الانجليزية او الفرنسية، بس احنا من نحكي هيك نحكي يعني يتكلم بطلاقة مو يدبش بيه. اذا معناتها اي هو يتكلم اللغة الروسية، اكس يتكلم اللغة الروسية. نجي هسه الى شغلات تخص هذا الموضوع وتحدد لنا، اكو مفردات هنا نعلم. مثلا المجموعة الخالية والأحادية والمنتهية وغير المنتهية، شنو نقصد به؟ المجموعة الخالية يقال للمجموعة انها خالية اذا كانت ما بيها اي عنصر empty set، ونخلي لها الرمز هذا فايل اللي تشوفونه امامكم اللي هو دائرة وعليها خط، زين، او نخلي لها هاي الرمز اللي هو القوسين المتوسطة الوسطية اللي هن وماكو شي فارق، فمعناته رمزنا إلى أنه هذه مجموعة خالية. المجموعة الأحادية هي المجموعة اللي تتكون من عنصر واحد. هسه احنا خلينا نعطي مثال هسه على المجموعة الخالية، نقول يعني نعطي سبب، نعطي مثال عام. مثلا نقول في القاعة الأولى، في القاعة الأولى ها نريد نكون مجموعة بالقاعة الأولى، أنا قاعد أحكي هسه، القاعة الأولى اللي هي طلابها أسمائهم بحروف من الأليف إلى الحاء أعتقد على ما أظن، أو إلى الحاء أعتقد.
نقول مجموعة الطلاب والطالبات في قاعة الأولى قسم العلوم كلية التربية الأساسية اللي حروفهم يبدأ بحرف العين والميم والنون. نجي نبحث في القاعة واحد بالكلية بقسم العلوم، القاعة الأولى المرحلة الأولى، وما نلقى واحد بالقاعة الأولى اسمه يبدأ بالعين والنون وهكذا. إذا هذه مجموعة يسمونها خالية. مجموعة أحادية هي المجموعة اللي تتكون من عنصر واحد وتسمى سنجل. زين، مجموعة منتهية هي المجموعة اللي تكون إما خالية أو تحتوي عناصر يمكن عدها ولو نظريا. يعني نقول مثلا مجموعة الأعداد الطبيعية الأصغر من 100 اللي هي من 100 للصفر. بس إذا قلنا مجموعة الأعداد الطبيعية ما راح تكون منتهية هاي، ليش؟ لأنه من الصفر للإنفينيتي، فإذا بتبقى المنتهية. المنتهية هي اللي إلها حد. الغير منتهية هي مثل مجموعة الأعداد الصحيحة، مجموعة نقاط الخط المستقيم، مجموعة النقاط اللي يتقاطع بيها مستقيمين يتقاطعون، مجموعة مثلا نقول شنو بعد من الأعداد الطبيعية وغيرها. نجي هسه الأمثلة اللي عندنا، المجموعة غير المنتهية هي المجموعة اللي لا يمكن عدها ولو نظريا. احنا هسه نجي نعطيكم أمثلة عليها. نقول أمثلة على اكس بلد عربي يقع في أوروبا، هل اكو بلد عربي يقع في أوروبا؟ إذا هاي خالية. واي طالب دراسات عليا يقل عمره عن 12 سنة، ما في هيك عندنا حالة. اكس عدد طبيعي محصور اللي هو أكبر من 3 وأصغر من 4، ما عندنا طبيعي أصغر من 4 وأكبر من 3، لأن هذا الرقم محصور ما بين 3 point something وأقل من 3.9، وهكذا، إذا مو طبيعي فخالي. أو إكس عدد طبيعي ومحصور أصغر من 5 وأكبر من 3 واللي هو فقط الأربعة، صحيح أحادية. نهر يمر في الدول العربية واسمه دجلة، هاي أحادية. مجموعة الأعداد الطبيعية اللي تظهر عدد 30، هاي منتهية لأنه من 30 للصفر تنتهي. مجموعة سكان الأرض، يعني هي السؤال اللي قلناها المجموعة غير المنتهية اللي هي مجموعة تلك المجموعة المكونة من عناصر لا يمكن عدها ولو نظريا. نجي هسه إذا أسألكم سؤال هسه وأقول لكم مجموعة عدد سكان الكرة الأرضية هل هو يعتبر منتهي أو غير منتهي؟ هسه واحد منكم يقول هاي أو وش عدها هذا؟ لا، هنا ممكن عدهم. نقول مثلا مجموع أنهار الكرة الأرضية، مجموع سكان الكرة الأرضية، مجموع شعر رأس الواحد اللي براسه. سيدنا أسألكم واحد يا شعر رأس اللي على رأسك نقدر نحسبه ولا لا؟ راح تقول لي ما نقدر نحسبه. لا، نظريا ينحسب. زين، نظريا ينحسب. إذا نفس الشيء مجموع سكان الكرة الأرضية ممكن أنه كل بلد يحسب، كل بلد، كل مدينة، كل قرية وهكذا، نظريا ينحسب. الأنهار تنحسب، كلها تنحسب، هذه نسميها منتهية. بس مثلا مجموعة الأعداد الطبيعية لا، أو مجموعة جميع المستقيمات اللي تمر بنقطة واحدة بالفضاء، هاي غير منتهية. مجموعة نقاط الخط المستقيم غير منتهية وهكذا. نجي هسه إلى فقرة الانتماء. ماذا نقصد بالانتماء؟ الانتماء احنا تطرقنا له من خلال حديثنا هسه. نقول مثلا على سبيل المثال مجموعة الدول العربية الواقعة في قارة آسيا. سوينا هسه مسورة، هاي مسورة بعد، تلاحظون ولا هاي مسورة، حطيت شروط. مجموعة الدول العربية الواقعة في قارة آسيا، إذا مش حاطش كم شرط أنا؟ هم دولة عربية وهم تقع في قارة آسيا. ما هي؟ نجي هسه نشوف إذا نريد نسوي مجموعة، هل إن العراق ضمن مجموعة الدول العربية اللي تقع في آسيا؟ نعم. الكويت؟ نعم. السعودية؟ نعم. مصر؟ لا. ليبيا؟ لا. الجزائر؟ لا. تونس؟ لا. وهكذا. إذا حددت الانتماء. الانتماء إذا كان أي عنصر من مجموعة إكس فإننا نقول إن أي ينتمي إلى إكس، ويكتب أي ينتمي، هاي ماخذين العبارة اللي ينتمي إلى إكس متى ما حقق شروط المصورة الموجودة عندكم هنا.
اوكي، فنعطينا مثال. اذا كانت اكس هو عدد صحيح موجب، يقول عدد صحيح موجب، شوف لهذا هل هن تدخل بالمجموعة ولا لا؟ اللي هي ناقص واحد هذا عدد صحيح سالب ما يدخل، ناقص اثنين عدد صحيح سالب ما يدخل، اربعة نعم عدد صحيح موجب. مثال ثاني، نعطينا مجموعة واي يساوي لنا 0 2 4 8 0 10 12، ويقول يا بهذول يدخلون بيها ولا ما يدخلون؟ خمسة هل تدخل تنتمي؟ لا. اثنين اثنين تنتمي، واحد لا ينتمي، أربعة تنتمي. إذا هسه افتهمنا شو الوضع يا مالتي. نجي إلى مصطلح آخر هو المجموعات المتساوية. المجموعات المتساوية، شنو نقصد بالمجموعة المتساوية؟ يقال لمجموعتين X و Y متساويتان إذا وفقط إذا احتويتا على نفس العناصر، وبعبارة أخرى إذا كان كل عنصر من X موجود في Y وكل عنصر من Y موجود في X. بهالحالة راح نسوي X تساوي Y أو X ثلاث خطوط Y، وتكتب بالعبارة اللغوية هذه اللي قاعد تشوفونها، قوسين بين قوسين كبار X تساوي Y، علامة التكافؤ. X small تنتمي إلى X إذا وفقط إذا X small تنتمي إلى Y. مثال واحد، هسه إذا نعطينا X هي مجموعة أرقام العدد 55216 و Y هي مجموعة أرقام العدد 16252، فهل أن X يساوي لنا Y؟ راح نجي نشوف أنه الـ X مؤلفة من الأعداد، طبعا ها بالمناسبة أريدكم من تحلون الحلول بالامتحانات تصفطوا ليها حسب الأسبقية، يعني الأرقام من الواحد صعودا، مو واحد 10 9 7 17 2 5 25 3، لا صعودا. شلون هسه انا حالها؟ واحد شوفوا رقم واحد هو اول واحد اجى، رقم اثنين وراه، رقم خمسه وراه، رقم سته وراه، هاي بالنسبه للمجموعه اكس. نجي مجموعه واي، شنو مجموعتها؟ ايضا رقم واحد موجود، رقم اثنين موجود، رقم خمسه موجود، رقم سته موجود، اذا اكس يساوي واي. نجي الى مثال رقم اثنين، لتكن اكس هي الاعداد اللي اصغر من اربعه واكبر او تساوي ناقص واحد. تقدرون تقولون من هنا اكبر او تساوي ناقص واحد، معناته ناقص واحد داخل ضمن المجموعه، والصفر والواحد والاثنين والثلاثه، الاربعه ما داخل لانه اصغر من اربعه. زين، وعندنا مجموعه ثانيه الواي هي ناقص واحد صفر واحد اثنين ثلاثه، فاذا اكس تساوي لنا واي. نجي الى المثال الثالث، يقول اي هي عباره عن جذور هاي المعادله بالنسبه لاي، وبي ناطيني اياها جاهزه عباره عن عنصرين اثنين وواحد، وسي ناطيني شنو؟ ارقام عدد، ونشوف منه انه يتكون من شنو؟ من واحد واثنين. اذا نحل المربع الكامل راح نلقى ايضا جذورها واحد واثنين، والبي هي واحد واثنين، والسي هي واحد واثنين، اذا اي تساوي لنا بي وتساوي لنا سي. ويقال للمجموعتين انهما غير متساويتين اذا وجد على الاقل عنصر واحد في احدى المجموعتين لا ينتمي للمجموعه الاخرى. جيد. شنو نقصد بالمجموعه الجزئيه؟ سبست. يقال ان المجموعه اكس هي مجموعه جزئيه سبست من المجموعه واي اذا كان كل عنصر من عناصر اكس ينتمي الى واي. كل عنصر من عناصر اكس ينتمي الى واي. يعني وبهالحالة تكون العلامة مالتها مثل ما تشوفونها اكس وحرف السي مقلوب باتجاه الواي، هاي معناتها الاكس هي جزئية من الواي، وإذا نقلبها للعلامة هذه اللي هو جواها الواي وحرف السي مقلوب نحو اليسار اكس، فهاي معناتها هي الواي حاوية الاكس. فإذا القراءة مالت أول وحدة اكس جزئية من واي، اللي جواها السطر الرابع هو واي حاوية لمجموعة اكس. نجي نعطي مثال، نعطينا مجموعتين اكس وواي وزد، نشوف اكس بيها 0 1 2 3 والواي بيها 0 2 3 4 والزد نعطينا رقم، فمجموعة فالمجموعة مالته هي تكون 2 و3 و4، مو هيك؟ جيد. فهسه نشوف منو جزئية من منو؟ هل ان الاكس جزئيه من الواي؟ نجي هسه الاكس صفر صح موجود صفر، الواحد ما موجود الواحد بالواي، الواحد ما موجود بالواي، اذا الاكس مو جزئيه من الواي. نجي هسه هل ان
الاكس جزئية من الزت نجي الى الصفر ما موجود بالزت، اذا اكس مو جزئية من الزت. نجي هل ان الزت هي جزئية من الواي، نجي الى رقم الاثنين موجود بالواي، نعم موجود. رقم ثلاثة موجود، نعم موجود. رقم اربعة موجود، نعم موجود. اذا الزت جزئية من واي. زين نجي نقلبها، هل ان واي جزئية من زت؟ نجي للصفر، هل انه موجود بزت؟ لا، اذا واي مو جزئية من زت. نجي هسه هل ان واي جزئية من اكس؟ نجي هسه للصفر، في واي موجود في اكس؟ نعم. الاثنين في واي موجود في اكس؟ نعم. الثلاثة في واي موجود في اكس؟ نعم. الاربعة في واي موجود في اكس؟ لا، اذا واي ليست جزئية من اكس. هسه افتهمنا؟ اذا المجموعة الجزئية هي لازم حتى نقول ان هذا جزء، ها حتى نقول ان هذا جزء لازم تكون هذه عناصر هذه المجموعة اللي نقول عليها جزء من المجموعة الأكبر تكون كل عناصرها موجودة. هسه إذا نجي نقول سؤال على نعطيكم مثال، انه نقول مجموعة طلاب قاعة واحد المرحلة الأولى قسم العلوم هم مجموعة جزئية من المرحلة الأولى قسم العلوم، صح؟ قاعة واحد كلهم يعتبرون موجودين بالمرحلة الأولى قسم العلوم، وكذلك ينطبق للقاعة 2 وقاعة 3 وقاعة 4. زين؟ لكن إذا نجي هسه نقول هل أن طلاب المرحلة الثانية فرع الفيزياء قسم العلوم هما مجموعة جزئية من المرحلة الأولى قسم العلوم؟ لا، ولا واحد من عندهم به، لأن هذول مجموعة وهذول مجموعة، هذول مو جزئية من هذول. نجي إلى المجموعة الشاملة اليونيفرسال سيت. ماذا نقصد باليونيفرسال سيت؟ هي المجموعة اللي تكون جميع المجموعات المختلفة اللي تدور حولها الدراسة تكون هي جزئية منها، يعني هذه تجينا في مسائل أخرى هسه راح نجيبها. نخلي مجموعة شاملة يعني تكون الجامعة المستنصرية هي المجموعة الشاملة، ونجي نقول هل أن كلية التربية الأساسية هي مجموعة جزئية من الجامعة المستنصرية؟ نعم. هل أن كلية القانون جامعة بغداد هي مجموعة جزئية من الجامعة المستنصرية؟ لا، هاي لا. هل أن كلية الهندسة الجامعة المستنصرية هي جزئية من الجامعة المستنصرية؟ نعم، وهكذا. نجي هسه إلى مثال، إذا كان الحديث عن مجموعات مكونة من طلبة، فإن المجموعة الشاملة خلينا نقول هي جميع طلبة في العالم، أو نقول جميع طلبة العراق، أو نقول جميع طلبة جامعات العراق، فمعناته طلعنا منهم الابتدائيات والمتوسطات وغيرها. أو نقول جميع جامعات العاصمة بغداد، إذا طلعنا كل المحافظات، وهكذا. إحنا نشوف شنو نريد السؤال، وشنو نريد بعدين نكون مجاميع جزئية. إذا نجي هسه إلى هذه الأمثلة اللي نعطيكم إياها لـ X و Y و Z، أرقام عادية، فالمجموعة الشاملة لهم هي الأرقام اللي هي الصحيحة، اللي هي من صفر نزولا إلى الإنفينيتي ومن صفر صعودا إلى الإنفينيتي، وهكذا. نجي هسه إلى شغلات أنتم كنتم ماخذينها اللي هي الاتحاد والتقاطع. الاتحاد والتقاطع ماخذينها بالبداية أعتقد. الاتحاد سبق وأن ذكرناه من أخذنا أدوات الربط، يشبه منه؟ يشبه أداة الربط الأو، اللي قلنا اذا اثنين هم ترو او واحد منهم ترو فهو ترو، فقط اذا كان ما موجود بالثنين اللي هو فولس فولس فياخذ فولس. فاذا الاتحاد يمثل لنا اداه الربط الانفصال، والصيغه الرياضيه مذكوره امامكم، اكس اتحاد واي قوس وسطان اكس تنتمي للاكس سمول تنتمي للاكس او اكس تنتمي للواي، وهكذا. نعطينا مثال واحد اثنين الاكس واحد اثنين ثلاثة اربعة والواي اثنين اربعة ستة سبعة ثمانية تسعة، فان اتحادهم راح يكون جميع العناصر ترتبوا اياها حسب الاسبقية. شوفوا شلون رتبها، واحد اثنين ثلاثة اربعة ستة سبعة ثمانية تسعة، جيد. اذا نجي للتقاطع يا شباب، التقاطع شو ينصب لي؟ تقاطع المجموعتين نصب لي يا شباب اعزائي هو العناصر المشتركة ما بين المجموعتين، واللي يطابق لي بالأدوات الربط يطابق لي أداة العطف و، أداة العطف و اللي تكون ترو فقط عند ما ترو اثنينهم، يعني عند ما تكون متواجد بالثنين ترو ترو ترو، فيما عداها ما يكون موجود. ف إذا نشوف الأمثلة مالتها،
على سبيل المثال مثلا نريد نقول على سبيل المثال مجموعة A هي 2 3 4 ومجموعة B هي 4 5 6، شنو التقاطع مالتهم؟ التقاطع مالهم هو الأربعة فقط. زين، نجي إلى شغلة أخرى يسمونها أكو متممة المجموعة، complement of a set. complement of a set شنو المجموعة المتممة؟ إذا كانت X مجموعة جزئية من مجموعة شاملة، فالمجموعة المكونة من عناصر U التي لا تنتمي إلى X تسمى متممة المجموعة X بالنسبة إلى Y، ويرمز لها بالرمز X و C تصير صغيرة و default مثل الأس مالتها. فال X complement هي ال X اللي تنتمي لل universal ولكن ما موجودة بالمجموعة الجزئية، هاي يسمونها المتممة. نجي هسه شلون نوضحها لكم. خلينا نعطي مثال هذا. هسه نعطيهم اليونيفرسال، هو اليونيفرسال الشاملة هي الحروف A و B و C و D و E و F و I، ونعطيهم مجموعة X جزئية من اليونيفرسال اللي هي اللي هي A C D F. هنلاحظها، هل هي جزئية؟ صحيح. شنو بالنشاط الجزئية؟ لازم عناصرها كلها موجودة وين؟ باليونيفرسال. نشوف عناصرها هسه. الA موجود؟ نعم موجود. الC موجود؟ نعم موجود. الD موجود؟ نعم موجود. الF موجود؟ نعم موجود. إذا هاي جزئية. شنو الكومبلمنت مالت هذه؟ الكومبلمنت مال هاي جميع العناصر اللي موجوده باليونيفرسال وما موجوده بالاكس. شنو اللي موجود باليونيفرسال وما موجود بالاكس؟ اذا نجي نشيك، الاي موجود بالاكس موجود باليونيفرسال ما نرم، البي موجود باليونيفرسال ما موجود بالاكس اذا نحط البي، السي موجود باثنيناتهم ما يصير، الدي موجود باثنيناتهم ما يصير، الاي موجود باليونيفرسال وغير موجود بالاكس، الاف موجود بالاثنين ما يصير، الاي موجود باليونيفرسال ما موجود بالاكس اللي تاخذها هاي. اذا الكومبلمنت مال هذه هو البي والاي والاي. اذا نجي على قاعاتكم واقول المجموعه الشامله هي المرحله الاولى بالكامل اربع قاعات، واجي واقول يابا مجموعه اكس هي مجموعه هي قاعه واحد، ومجموعه واي هي قاعه اثنين، ومجموعه زد هي قاعه ثلاثه، ومجموعه دبليو هي قاعة أربعة. فهسه إذا أجي أريد أقول الكومبلمنت مال قاعة واحد من هم؟ من يقول لي الكومبلمنت مال قاعة واحد هما القاعة ثلاثة والقاعة أربعة والقاعة خمسة اللي هما موجودين بالمجموعة الشاملة وما موجودين بالقاعة واحد. جيد. نجي هسه لموضوع آخر هو الفضلة. الديفرنس الاختلاف. إذا كانت عندي مجموعتين إكس وواي مجموعتين، فإن فضلة إكس على واي هي العناصر المنتمية إلى X لكنها غير موجودة بالواي، هاي نسميها هذا زايد على هذا. عندي عناصر X وعناصر Y، فمن أقول فضلة X على Y معناتها العناصر اللي موجودة بـ X وغير موجودة في Y. نجي هسه إلى الكتابة مالتها، إما نكتب X ماينس Y أو نكتبها X بالخط المائل Y. ورياضيا تنكتب X ناقص Y أو X خط مائل Y يساوي لنا قوس وسطاني x نقطتين شارح ال x، هي تنتمي الى x لكنها لا تنتمي الى y. زين، مثال على ذلك ناخذ مثال على ذلك. اذا كان عندي x هي 1 و2 و3 و4 و5 و6 وال y هي 2 و3 و6، فان فضله x على y، فضله x على y نلاحظ شو عندنا في x موجود وما موجود ب y. الواحد ما موجود بالواي نحطه، اثنين موجود ما نخليه، ثلاثة موجود ما نخليه، أربعة ما موجود نخليه، خمسة ما موجود نخليه، ستة موجود ما نخليه. إذا فضلة إكس على الواي هي الواحد والأربعة والخمسة. زين نعكسها نقول شنو فضلة واي على إكس؟ نجاز الاثنين موجود، الثلاثة موجود، الستة موجود، إذا فضلة إكس واي على إكس هي مجموعة خالية. فاي الانفصال، أكو عندنا مصطلح الانفصال disjoint set. تكون المجموعتين X و Y منفصلتين إذا كانت مجموع تقاطعهما يساوي لنا مجموعة خالية، يعني التقاطع مال A تقاطع B يساوي لنا فاي. مثال هسه عندنا، نعطينا مجموعتين X هي 1 و 2 و B هي 5 و 6، يا بنشوف التقاطع مالهم، التقاطع مالهم فاي، إذا هذول المجموعتين منفصلات. أو نقول مثلا X هي مجموعة كلها بالقاعة 1 في مرحلتكم، وبي هي مجموعة طلاب القاعة
اثنين في مرحلتكم. هسه نريد نسوي اتحاد تقاطع ما بين القاعتين، هل اكو تشابه بيناتهم؟ لان هاي قاعه وهاي قاعه، هاي طلاب وهاي طلاب، اذا ماكو عناصر مشتركه ما بيناتهم. فاذا هنا يكون التقاطع مالهم مجموعه فاين. هنا عندنا باعتبار الوقت قصر لنا، انا هسه راح نخلي هاي التمارين نسوي بها على شكل كويز في الاسبوع القادم، اريد تكون متحضرين لها. يعني الامثله او التمارين اللي تجيكم بالامتحان هي تجيكم بصيغه مثل التمرين رقم 2، رقم 1 يعني ما نجيبه فقط للتعليم، يعني فقط للتعليم. ف راح فقط اخلي لكم هذا واجب بيتي الاسبوع الجاي. منين؟ يعني هذا هسه اريدكم تشوفون فاهمين ولا ما فاهمين الاكس كومبلمنت، شوفوا التمارين يعني التمرين 2 حاولوا تركزون عليه، الاكس كومبلمنت، الواي كومبلمنت، الزد كومبلمنت، هاي هسه قاعد احكي انا بالتمارين مال رقم 2، رقم 4 اكس اتحاد واي، ورقم 5 اكس اتحاد زد، وهكذا للبقيه كلها هذه. منين؟ بس احب انوه لكم مثلا على سبيل المثال، هنا ما موجود، كنت انطيها على السبورة من انطيها. يعني لو فرضا على سبيل المثال هسه سؤال رقم 14 التمرين الثاني اللي هو يقول واي تقاطع زد بين قوسين كومبلمنت، هاي هنا نحلها. شلون نحلها؟ اول مره نقاطع الواي بالزد، ثم نقاطع الواي بالزد، ثم نطلع كومبلمنت. لكن اذا جانا مثال واي تقاطع زد كومبلمنت، معناته لازم اول مره اطلع الزد كومبلمنت يلا اقاطع حول الواي. اذا نفس الشيء، يعني هذه نبدا بالحلول من الجزئيات ثم نصعد للنهايه. اوكي باباتي، واتمنى انه تكونوا قد فهمتوا المحاضره، وشكرا لكم ولمتابعتكم وتركيزكم. شكرا جزيلا باباتي.